مساء الخير ومرحبا بكم. اليوم في جولة السوق من مدينة سيدي بوزيد، فكرة على بعض الأسعار اللي موجودة اليوم في سيدي بوزيد. الفلفل 2000، الطماطم 2200، البطاطا 16 مئة، الطماطم دينار، البصل 800، البصل العروش بدينار، سفنيريا بدينار، القرع 2000. بالنسبة للغلال في سيدي بوزيد ومتمرشي تحديدا في سوق الرحبة، بالنسبة للتفاح 5500، بالنسبة للبرتقال العصير 2000، الحلوب 2900، الشنوة 2900، تومسون 3900، البنان 9900، والقرص 2500. بعض الأسعار اللي موجودة بالنسبة لي الدجاج 8395، الدندون 9500، كبد الدجاج 15500، سكالوب 16 دينار، اللحوم الحمراء العلوش 34، البركوس 34، البرشمي 34، والنعجة 21 دينار. بالنسبة لأسعار الحوت اللي موجودة اليوم في سوق الرحبة، السردينة 4800، الشورو 3500، مرجان 4500، التريليا 7500 و 9800، الميلة 9800، الوراة 16800،